الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما كان صلاح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أولا وداعا رمضان، وداعا رمضان، مضى رمضان وبقي الرحيم الرحمن، فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مضى رمضان، ربح فيه من ربح، ربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر. فيا ليت شعري، من المقبول منا فنهنيه، ومن المطرود فنعزيه. وصدق من قال: يا عين جودي بالدموع وودعي، شهر الصيام تشوقا وحنانا، قد كان شهرا طيبا ومباركا، اق النيران. شهر يستجيب الله فيه لمن دعا، ودليلنا قد جاءنا قرآنا. مرت لياليه الجميلة مسرعة كطيف يحوي رحمة وحنانا،
بالله يا شهر التقى لا تنسنا، بالله يا شهر التقى لا تنسنا، واذكر لربنا خوفنا ورجانا. يا عين جودي بالدمع من أسف على فراق ليال ذات أنوار، على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. ما كان أحسننا، ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري، فبكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي إخوتي من فضل أعماري. مضى رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا جميعا رجالا ونساء شهر رمضان برضوانه، وأن يجعل مآلنا جميعا إلى جنانه، إنه على كل شيء قدير. وداعا رمضان. ثانيا، أمور تجلب المودة والمحبة بين المسلمين. الواجب الأول الاعتصام بحبل الله. إخوتي الكرام، أيتها الأخوات، حذر الله تبارك وتعالى من النزاع. قال ربنا جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالاعتصام بحبل الله والاعتصام بالله هو سبيل النجاة لهذه الأمة. إخوتي الكرام، الاعتصام بحبل الله، توحيد الصف المسلم، نبذ الفرقة والشقاق بين المسلمين، الإخاء، الترابط بين المسلمين مطلوب وواجب علينا إخوتي الكرام. المحبة في الله تبارك وتعالى، النصح لله تبارك وتعالى لكل مسلم، لكل مسلم. ومن أعظم هذه الأسباب إخوتي الكرام، وهذا عندي والله هو أفضل ما في هذه الكلمات في هذه الدقائق، شيء جميل. وأنا والله حينما أتحدث عن هذه الكلمات خاصة أود أن أصرخ من كل قلبي ليصل هذا الصوت لكل شباب وفتيات المسلمين. هذا الأمر في غاية الأهمية، ولم لا، وقد قرنه الله بعد توحيده، ألا وهو بر الوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا من من الله عليك بالصيام فصمت، يا من من الله عليك بالقيام فقمت. اعلم رحمك الله بأنك إن فعلت هذه الخيرات وأنت مغضب للوالدين، فاعلم بأن هذا العمل ليس له قيمة عند الله جل في علاه. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فرض ولا سنة. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه. يعنينا لما اقعد اصلي من العشاء الى الفجر ومزعل امي ومغضب ابويا، لا، الصلاة في الفاضي، الفرض في الفاضي، السنة في الفاضي. ليه؟ انت مزعل امك، انت مزعل ابوك،
يا أخي تدبر كتاب الله تبارك وتعالى لتعلم أن بر الوالدين لتعلم أن بر الوالدين أصل من الأصول. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين أصل من الأصول. يا أخي تدبر الحوار القرآني الجميل مع البار بأبيه إبراهيم عليه السلام ينادي ويقول: يا أبت يا أبت يا أبت، ثلاث مرات. لكن إخوة الكرام، زرع إبراهيم الخليل خيرا بقوله وعمله مع الأب. أنا بقول الكلام ده والله من كل قلب لكل شاب ولكل فتاة. زرع إبراهيم خيرا بقوله وعمله مع الوالد، حصد في إسماعيل السعادة والكرامة. واعلم رحمك الله، من زرع شرا بقوله وعمله مع الوالدين حصد التعاسة والندامة. يا أخي ألم تقرأ عن يحيى عليه السلام مرة في سورة مريم وبرا بوالديه؟ ألم تقرأ عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي؟ فبر الوالدين باختصار شديد من أعظم القربات إلى الله. اوعك يا مسلم تروح تعيد على الناس كلها وطنش أمك وأبوك، تسيب أمك وأبوك. لا، ابدأ بالأم والأب، قبل رأس الأب ورأس الأم واليد والقدم إن كنت تريد جنة الله تبارك وتعالى. يا أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فبر الأم مقدم على بر الأب. تدبر هذا الحديث الجميل الرائع. يأتي صحابي إلى حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تدبر يا من تبحث عن الصدق، تدبر يا من تريد الجنة، يا رسول الله جئت أستشيرك في الغزو، يا رسول الله أنا عايز أجاهد في سبيل الله. الحبيب النبي عليه السلام بكل بساطة قال له: ألك أم؟ ألك أم؟ قال: بلى، لي أم يا رسول الله، لي أم. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أتبغي الأجر من الله؟ أنت فعلا تحب أن توفى الأجر كاملا غير منقوص من الله، أم تريد الشهرة؟ أم تريد السمعة؟ قال: يا رسول الله، أبغي الأجر من الله. قال حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع إلى أمك، ارجع إلى أمك فالزم رجليها فثم الجنة. ثلاث مرات. شباب اليمن دول يقول لك: هو أبويا عمل لي إيه؟ يا أخي اتق الله،
اعلم بأن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجزي ولد والده، يعني الولد مش هيكفي أبوه بشيء إلا إذا كان الأب مملوك، فهذا الولد يأتي بالأب ليشتريه ثم يعتقه لوجه الله. هذا نقول ربما تقدم شيئا قليلا للأب. فأنا أوصي نفسي وإخواني باختصار شديد ببر الوالدين. أنا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم قال من الصحابي جاء إليه وقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش بقى حماتك، ما هو دلوقتي الشيخ اللي عمال يتكلم وعم الأستاذ وعم الحاج اللي خاطب ممكن يغضب أمه النهاردة عشان يقدم شيء لخطيبته أو يظبط حماته يعمل لها اللي هي عايزاه في الموسم بتاع البنت. يا أخي الأم والأب بابين عظيمين لجنة الله تبارك وتعالى. طيب، طب افرض أنا أبويا مات وحزنت وفعلا أنا عاوز أقدم شيء لأمي اللي ماتت أو لأبويا اللي مات. البر موصول بعد الموت، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ثم بعد ذلك إخوة الكرام أمر في غاية الأهمية ألا وهو السلام. والله العظيم الإنسان بيحزن أشد الحزن إن دين الإسلام الدين الجميل دين الإسلام دين يسر، دين الإسلام دين يسر، الدين ميسر لك إن أنت تمر على أخيك المسلم السلام عليكم 10 حسنات. ليه بتمشي بالسيارة أو بغيرها وتترك ملايين الحسنات؟ ليه تفوت تقابل أخوك المسلم في الشارع ليه ما توقفش تسلم عليه؟ أنت تعرف الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السلام من أسماء الله تعالى، وضعه الله للناس في الأرض فأفشوا السلام بينكم. والحبيب النبي عليه السلام يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وهناك حديث لا ينبغي أن يمر أحدنا وأن يخرج من هذا المصلى المبارك إلا وقد صافح أخاه. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب تدبر رحمك الله وطيب الله حياتك أخي الحبيب وأيتها الأخت المسلمة تدبر، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان. تمسك إيد أخوك المسلم بس ما تمسكهاش كده وانت عندك يعني سامحوني في هذه اللفظة وانت عندك برود، لا، خل عندك محبة بصدق. امسك ايد اخوك المسلم وسلم عليه سلام رجل مع رجل. ما من مسلمان يتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. والله دين الاسلام دين جميل. ثم بعد ذلك اخوتي الكرام احذر نفسي اولا والشباب من المخالفات في هذا اليوم. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للصحابة أعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر. الشباب دلوقتي خارج من رمضان وبقول لك احنا خرجنا من سجن مؤبد خلينا نشم نفسنا. يا أخي إن كنت ممن يفعلون ذلك فليس لك
ولا ينبغي لك أن تصوم رمضان. أنت صمت رمضان، إن كنت صمت رمضان لله فاتق الله في هذا اليوم وفي بقية الأيام. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: غض البصر وكف الأذى وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأحذر نفسي وإخواني من السلام على المرأة الأجنبية عنك. بنت عمك يا عم الشيخ ما تبقاش بتاع عقد كده، بنت خالتك يا عم الشيخ ما تبقاش بتاع عقد كده، لا لا والله ما ينفع تسلم عليه. انت عارف الحبيب النبي صلى عليه، بقول لك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في مفرق رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. فاتق الله تبارك وتعالى واغتنم هذا اليوم الكريم المبارك، يوم الجائزة، يوم الفرح، يوم صلة الأرحام، يوم الود، يوم الصلح، ببداية خير وبصدق مع الله تبارك وتعالى. واجعل هذه الخطوة الأولى إلى الجنة. ربنا بعت لك رمضان، فتح لك 29 يوم أبواب الجنة، خطوت خطوة إلى الأمام إلى الجنة. اوعك يا مسلم ترجع الخطوة دي لورا تاني، لا، خليك راجل مع ربنا تبارك وتعالى. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه يا ربنا لكل خير، ومن أراد مصر بسوء فاجعل تدبيره تدميرا له. اللهم مكن لدينك ولكتابك ولسنة رسولك ولعبادك الصالحين. اللهم كن لمن وصانا واستوصانا بدعاء الخير، اللهم فاغفر لنا وله. اللهم ارزقنا يا ربنا برنا بآبائنا وأمهاتنا، وارزقنا يا ربنا بر أبنائنا بنا. اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا رب العالمين.